هدول الأسطر والفراغات دائما في النوتة. السلم الموسيقي 5 أسطر، بدنا نعرف السطر الأول شو اسمه والسطر الثاني شو اسمه، كل واحد بالاسم. والفراغ الأول يعني اللي هو ما بين السطر الأول والسطر الثاني بيسموه الفراغ الأول، فبدنا نعرف الفراغ الأول كمان شو اسمه. ال5 أسطر بيناتهم 4 فراغات، لازم نعرف أسمائهم بالواحد ونحفظهم يعني عن ظاهر غايب، لازم نحفظهم على الغايب. فمنجي نقول مثلا أول سطر في المدرج الموسيقي في السلم الموسيقي، أول سطر اسمه مي، اسمه مي، لأنه نحن بنسمع أنه الموسيقى السلم الموسيقي دو ري مي فا صولا سي دو، فالدو اللي هي في السلم الموسيقي ما بتجي من أول سطر، بتجي من السطر الإضافي السفلي، يعني هي بتكون على خط صغير هيك لوحده، بس ما هو من المدرج الموسيقي الدو. الدو تعتبر قبل المدرج الموسيقي بعلامتين، في دو وري، بعدين بتجي المي، هي أول علامة على السلم الموسيقي. أوكي؟ يعني الدو هي على السطر الإضافي السفلي، لأنه في أسطر إضافية للسلم الموسيقي من تحت السلم ومن فوق السلم. تحت السلم منحط سطر إضافي، منحط عليه الدو، فبتجي بعده في الفراغ السفلي الإضافي بتجي الري. ليش اللغة النوتة هي يعني أسهل لغة في العالم؟ لأنه حروف عددهم 7، فأنا عم بقول لكم احفظوا 7 حروف وفي حرفين مكررين، إذن 9 حروف بدنا نحفظهم، ما نن صعبين، أي لغة في الدنيا أقل شيء فيها 20 حرف، فخلينا نحفظ 9 حروف اللي هني 5 أسطر، مي صول سي ري فا، و4 فراغات فا لا دو مي. أنا مكتوب جنبي على الشمال بتلاقوا مكتوب مرجعية العلامة. شو يعني المرجعية؟ المرجعية هي الأساس، الأساس، القاعدة. قاعدة النوتة الموسيقية هي الروند، الروند يعني المستديرة، روند بالفرنساوي يعني المستديرة، يعني العلامة اللي داخل أبيض فارغة وعبارة عن دائرة فقط، هاي هي مرجعية النوتة الموسيقية كلها في العالم. هي عبارة عن 4 أزمنة، أو بس هي قيمتها مرجعيتها الرقم 1، يعني هي الجد الكبير، يعني هي جد العلامات الموسيقية في النوتة، الجد الكبير هي الروند، فلذلك هي رقم 1، رقم واحد، هي 1 يعني مرجعية العلامة هي قيمتها 1. شو يعني 1؟ يعني فقط محتاجين علامة واحدة مستديرة أو روند لنحطها في المزورة. المزورة هي وحدة القياس اللي بنبني عليها النوتة الموسيقية كألحان متتابعة، كجمل متتابعة. فالمزورة الوحدة بتحتوي على وحدة فقط من المستديرة، لأنه ما عندنا موازير تحتوي على أكثر من المستديرة، لكن في عندنا إيقاعات مركبة تحتوي على أكثر من المستديرة، بعدين بنحكي فيها. لكن عامة الإيقاعات هي 2 على 4 و3 على 4 و4 على 4 و6 على 8. رح نلتقي مع تعليم الكمان العربي رقم 8، يعني الدرس 8، وفي هذا الدرس رح ننتقل خطوة أيضا جريئة وسريعة إلى الإصبع الثالث. 1 2 3 4. اليوم رح ناخد تعليم السولفيج الغنائي رقم 8، يعني الدرس 8 في السولفيج الغنائي. السولفيج الغنائي برجع بقول بدنا نغني معه، نغني مع بعض. هلأ بدنا ناخد في هذا الدرس
العلامات الموسيقية الواقعة في الفراغات الأربعة على السلم الأساسي الرئيسي الموسيقي. بدنا نعرف التون. فا واحد اثنين ثلاثة فا لا لا فا لا لا فا 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 لا لا رح نقول مع بعض التمرين على 300 وناخذ النغمه بالاول اللي حنبتدي فيها اللي هي الدو دو. واحد اثنين ثلاث اربع دو سي لا صول مي فا صول 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 فا صول فا صول لا دو صول مي فا صول مي فا صول مي ري دو. اليوم نحن في الدرس رقم 12 من تعليم الكمال العربي. قبل ما نبتدي الدرس رح وجه ملاحظة على كل اللي عم يمسك الكمانجة. عم يمسك الكمانجة بالضبط من هون الرزق تبعه ما عم يعرفوا كيف انه يلفوا ايدهم كيف انه يعملوا هيك. يعني هلأ انا اذا بدي اقرب للكاميرا هيك شوي بدي اجي اعمل هيك، اذا عملت ايدي هيك غلط لانه اصابعي كلها غلط. بدي اعمل ايدي شوي اخذ كوعي هذا من تحت اخده لجهة داخل الجسم واقلب ايدي فوق الكمنجة بهالطريقة واخلي الزاوية تبع الكمنجة ما تروح هيك، اخلي الكمنجة هيك لقدام. رح نشتغل على سرعة 8. 1 2 3 4